چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. السيدة آمنة بنت وهب الزهري من بني زهرة هي من ينتسب إلى قبيلة من أعرق القبائل العربية في مكة، فقد عرف أهلها بأنهم خدمة الكعبة وسدنة الكعبة. هذه المرأة بما أنها من الأشراف، أشراف بني زهرة، وهي تلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله عن قريب، لأن زهرة أخ لجد النبي صلى الله عليه وآله، أخ قصي أو زيد. كان من العادة الجارية يومئذ زيجات بني هاشم غالبا في بني زهرة يتزوجون منهم، ثم كان الاختيار لها من قبل بني هاشم، من قبل عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك عبد المطلب عندما اختاروها لتكون زوجة لولدهم وهم أهل النسل العظيم. كانت آمنة بنت وهب زوجة لعبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يمهر القدر هذا الزواج فترة طويلة حتى سافر عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت النهاية لهذا الزواج الذي لم يدم طويلا أن توفي وهو في السفر، وحينها كانت آمنة بنت وهب قد حملت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب عندما ذهب لخطبتها إلى ولده عبد الله يقول: فوالله ما في بنات أهل مكة مثلها، لأنها محتشمة أو محتشمة ونفسها طاهرة مطهرة، وهي دينة أديبة عاقلة فصيحة بليغة، وقد كساها الله جمالا لا يوصف. عودتها من المدينة في موقعة أبواء، قرية بين مكة والمدينة، توفيت رضوان الله عليها ودفنت